السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أتأكد من الصوت. السلام عليكم، هل الصوت اوكي؟ حددين فيدباك بس. أهلا وسهلا بالجميع، أتشرف بكم. أخوكم علي الشريف، دي أول مرة لايف على الفيسبوك يعني، وشرف لي تكون في جروب زي HC Today. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن ال H2S، هنتكلم عن نقاط H2S، أماكن تواجده، وإزاي نحمي نفسنا إن شاء الله من خطر H2S. هنبدأ. طبعا دي الاوبجكتيفز ان شاء الله اللي هتكون النهارده. هنتكلم عن الخصائص الخاصه بال H2S، انواع الاجهزه المستخدمه في ديتكشن او اكتشاف ال H2S، و السيف براكتس فورك، وكمان الكوريكت يوز اوف ريسبيرتور بروتكشن ايكوبمنت اللي هو استخدام اجهزه التنفس المناسبه، واخر شيء الامرجنسي بروسيجرز او الطوارئ. الطوارئ الصوت تمام، اوكي، شكرا جزيلا. نبدا. What is the H2S؟ ما هو ال H2S؟ ما هو غاز H2S؟ طبعا هو واحد من الغازات الخطيره، يعتبر من أخطر الغازات الموجودة في الأويل أند غاز، في مجال البترول والغاز، وفي مجالات أخرى طبعا، بس هو منتشر أكثر في الأويل أند غاز. طبعا له أسماء مختلفة. طبعا هو غاز كبريتيد الهيدروجين أو دارجن، اسمه الـ H2S. كمان أسماء أخرى زي سور غاز أو الغاز الحمضي، كمان روتن ايج غاز اللي هو غاز رائحة البيض الفاسد، وأسماء مختلفة. طبعا هو بينتج في زي ما احنا قلنا من في أماكن إنتاج النفط والغاز، وكمان بينتج كناتج من تفاعل كيميائي أو تفاعل بالبكتيريا اللاهوائية في التحلل العضوي او المواد العضويه اثناء تحلل المواد العضويه. ال H2S طبعا هو يتكون من جزئين من الهيدروجين وجزء سلفور اللي هو الكبريت. دي طبعا الاسماء اللي احنا اتكلمنا عنها، هو غاز H2S المشهور ب سلفور هيدروجين، كمان صور غاز وستينج دامب، وكمان سور غاز او روتن ايج غاز الغاز الحامض، وكمان الغاز غاز رائحه البيض الفاسد.
طيب فين ممكن نلاقي ال H2S؟ أماكن تواجد H2S. طبعاً في أماكن مختلفة، طبعاً أشهرها سواء الاندستريال أو الناتشرال، سواء أماكن طبيعية أو الأماكن الصناعية. طبعاً في الطبيعة من خلال البراكين، كمان ينابيع المياه الساخنة اللي بتطلع طبعاً من باطن الأرض، وكمان في الزيت الخام والغاز الطبيعي. كمان بيكون متواجد في التحلل الخاص بالبروتين الحيواني والنباتي، من تحلل البروتين النباتي والحيواني. طيب في الاندستريال، في الصناعة، كمان بيمكن يكون موجود في مصانع الورق، وكمان أماكن الخاصة بمعالجة الصرف الصحي، وأماكن طبعاً اللي هو الشهير الأشهر شيء اللي هو الأويل دريلينج، اللي هو الحفر الخاص بالغاز والبترول، وكمان التعدين والأماكن اللي بيكون فيها حفر أو اكسكافيشنز، وكمان الريفاينريز اللي هي أماكن التكرير الخاصة بالغاز والبترول، وكمان في المعامل اللي ممكن يكون ناتج عن تفاعل كيميائي، زي مثلا تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع كبريتيد الحديد بينتج الـ H2S. طيب ما هي الخصائص الخاصة بالـ H2S؟ أول شيء الـ H2S بالنسبة للون، الـ H2S بدون لون، colorless، بدون لون، يعني مش هتشوفها لو أنت بتبص بعينك مجردة أو بتشوف بأي شيء، طبعاً بدون لون، بدون لون. طيب الرائحة، رائحة الـ H2S بيكون في فقط في لما يكون الـ نسبة قليلة في الجو، تقريباً 0.1 ppm، جزء من المليون، بيكون رائحة البيض الفاسد، بيكون بينتج رائحة زي البيض الفاسد. الرائحة دي طبعا بتزيد مع زيادة معدله في الجو إلى أن يوصل تقريبا إلى 100 جزء من المليون، بعدها مش هتقدر أنت تشمه لأنه هو بيسبب شلل أو بيدمر أو بيأثر على حاسة الشم. فطبعا لما بتعلى نسبته، لما بيعلى معدله بيأثر على حاسة الشم. فطبعا بعض الأشخاص لما بتدي ما يشمش الريحة يهيأ لي أو يتخيل إنه خلاص إنه الغاز مش موجود ويكمل شغل عادي، لا للأسف بيكون الغاز بيزيد ويأثر على حاسة الشم، بيسبب لها تلف أو شلل. بعض الأحيان بيكون مؤقت وبعض الأحيان بيكون كامل، بس في الغالب بيكون مؤقت. بعدين طبعا بيرجع كل ما تزيد طبعا بتأثر على الشخص، كل ما تزيد نسبته في الجو، طبعا مع الزيادة بتأثر، حتى بيكون في تأثيرات زي ما احنا هنتعرف ان شاء الله بعد شوية، على العين، على التركيز، على التنفس عامة. فعموما ما تعتمدش على حاسة الشم لما تكون تتعامل مع الـ H2S، لا تعتمد على حاسة الشم لما تكون تتعامل مع الـ H2S. بالنسبة للفلمابيليتي أو الاشتعال الخاص بالـ H2S، طبعا الـ H2S من الغازات شديد الاشتعال أو سريعة الاشتعال. طيب اللور اكسبلوسيف ليميت، الـ LAL الخاص بالـ H2S، LAL اللي هو أقل نسبة من الغاز اللي هتبتدي من خلالها الغاز يشتعل، أقل نسبة من الغاز يبتدي الغاز يشتعل مع وجود مصدر اشتعال. طيب النسبة دي للـ LAL الخاص بالـ H2S هو 4.3%، 4.3% بما يعادل 43 ألف جزء من مليون، 43
ألف جزء من المليون. في بعض المراجع بعض المصادر تبتدي من 4.5%، 4.5% حسب طبعا المصدر، بس في الغالب ما بين في الاثنين 4.3 أو 4.5%. ده lower explosive limit، ودي أقل نسبة في الجو lowest concentration اللي هي حبتدي الغاز يشتعل فيها. أقل من النسبة دي مش هيكون فيه اشتعال، أقل من النسبة دي مش هيكون فيه اشتعال حتى لو مع وجود مصدر اشتعال، لأنه الغاز بيكون تولين، نسبته ضعيفة جدا، فمش هيكون بالنسبة مع الأكسجين مع وجود مش هتكمل التفاعل الكيميائي الخاص بالاشتعال. طيب الابر اكسبلوسيف ليميت او الحد الاعلى للاشتعال او الابر فلامبل ليميت اللي هو 46%، ما يعادل 460,000 بي بي ام. فانت عندك رينج كبير جدا اللي هو ممكن يشتعل فيه H2S، ولذلك H2S من الغازات شديدة الاشتعال أو من الغازات الخطيرة. طيب هل 1% H2S آمنة ولا لا؟ هل 1% آمنة ولا لا؟ طبعا بالتأكيد 1% غير آمنة بالمرة. 1% معناها 10,000 جزء من المليون، 10,000 جزء من المليون في H2S، و 10,000 جزء دي مصيبة. يعني تخيل 1,000 جزء ممكن يسبب موت لحظي، موت في اللحظة، ما بالك 10,000، فموت محتم بالنسبة ل H2S. فواحد في المية غير آمنة أبدا. طيب لما بيتم حرق ال H2S، لما بيتم حرق H2S بينتج غاز تاني كمان، غاز برضو سام، وهو غاز السلفور دايكسايد أو ثاني أكسيد الكبريت، والغاز ده برضو أثقل مرتين من الهواء، وبينتج من خلال أو ناتج من حريق ال H2S، ناتج عن حريق ال H2S. بالنسبة للكثافة الخاصة بال H2S، غاز H2S يعتبر من الغازات أثقل من الهواء. طبعا مقارنة بالهواء، طبعا الغازات بيتم مقارنتها بالهواء لما بيتم حساب الكثافة، فالهواء في كثافة نسبية، يعطينا الكثافة بكثافة نسبية 1%. بالنسبة لي H2S فأثقل من الهواء، عفوا واحد، الهواء واحد، وال H2S هو 1.189 أو بعض الأشخاص أو بعض المصادر بتعتبرها 1.19 أو 1.19 مقارنة بالهواء، فهو أثقل من الهواء. عشان كده بنلاقيه بيتجمع في الأماكن المنخفضة، زي مثلا الإكسكافيشنز، الحفر، التنكات، أماكن التخزين، البايب لاينز، خطوط الأنابيب، فدي لأنه أثقل من الهواء، بينتقل مع الرياح، مثلا لو كان في رياح من مكان معين إلى مكان آخر وهو ماشي مع الهواء، لو يجي مثلا أي مكان منخفض بيبتدي يستقر فيه، ولذلك لما تيجي تدخل أو تعمل مثلا أي أعمال داخل الكونفاين سبيسز مثلا اللي يعتبر زي تانك أو إكسكافيشن أو أي كونفاين سبيس أخرى، بيكون طبعا بيتم لازم يتم في قياس لل H2S، لأنه ممكن يكون في تجمع لغاز ال H2S. بالنسبة للذوبان، غاز H2S بيذوب في المية وكمان الهيدروكربون، طبعا قابل للذوبان في المية، وبينتج عنه حمض ضعيف، بينتج عنه حمض ضعيف. بالنسبة للكروسوفيتي أو التآكل، بيسبب تآكل للمعادن. طبعا H2S highly corrosive،
من المواد او من الغازات الحارقه او اللي بتسبب تاكل المعادن، وبتسبب طبعا لما مثلا تعامل مع الستيل، لما تتفاعل مع الستيل او مع الحديد بيكون ما يسمى ببورفوريك ايرون سولفايد، وكمان بيسبب انه الحديد او المعادن دي بتضعف، وممكن يسبب انها مثلا تشققات او حتى يتم فيها مثلا تسريب. دي كمان برضو من مخاطر ال H2S. طيب ما هي مخاطر ال H2S او تأثير H2S على جسم الانسان؟ ما هو تأثير H2S على جسم الانسان؟ ما هي مخاطر الـ H2S على جسم الإنسان؟ طبعاً أول شيء هنتعرف على الـ Threshold Limit Value الـ TLV Threshold Limit Value أو الحدود العتبية الخاصة بالـ H2S أو الحد العتبي الخاص بالـ H2S اللي هو أقصى نسبة أو أقصى نسبة من الـ H2S في الجو الإنسان يقدر يشتغل فيها لمدة 8 ساعات على 5 ايام في لمده 8 ساعات في اليوم 5 ايام في الاسبوع بدون ما يكون في اي اثار سلبيه على صحته. فدي threshold limit value او حتى البي ال او البرميسبل اكسبوجر ليميت. فthreshold limit value او نسبه الحد العتبي الخاص بال H2S هو 10 جزء من مليون، 10 جزء من المليون، 10 جزء من مليون. بالنسبة للشورت تيرم اكسبوجر ليميت او الحد التعرض القصير بالنسبة للـ H2S وهو اللي هو نسبة الغاز في الجو اللي يقدر الانسان يتعرض ليها لمدة 15 دقيقة، لمدة 15 دقيقة بحد اقصى 4 مرات في اليوم بدون التعرض او بدون ما يكون في اي اثار سلبية على صحة الانسان. طيب هل انا مثلا خلصت 15 دقيقه هل انتظر كم علشان ادخل مره ثانيه لو النسبه 15%؟ طبعا ما تقلش البريك ما بين المرتين عن 60 دقيقه، عن 60 دقيقه 60 مينت. دي الاس تي ال او اس تي اي ال الخاصه بال H2S. بالنسبه للاميديت دينجرس to help to life and health ideal H condition أو الخطر الفوري الخاص اللي ممكن تؤثر على صحتك وعلى الحياة. طبعا بالنسبة لل ideal H الخاص بال H2S دي طبعا اللي بتبتدي من خلالها التركيز اللي بتبتدي بعده يكون في تأثير فوري على إما على صحتك أو كمان على حياتك. طبعا ideal H الخاص بال H2S هو 100 جزء من مليون، 100 جزء من المليون. طبعا الـ H2S عندك فيه تأثيرات خاصة بالإنسان، بيأثر على المعدات وبيأثر على البيئة المحيطة بينا، بيأثر على المعدات والبيئة المحيطة بينا. طيب نبتدي مع الـ Health Effects، إيه التأثيرات الصحية للإنسان، التأثيرات الصحية للإنسان. طبعاً أول شيء بيسبب شلل، بيسبب شلل لحاسة الشم، بيسبب شلل لحاسة الشم أو لعصب الشمي. طبعاً مجرد تنفس الـ H2S بيبتدي يسحب في الدم وينتقل إلى المخ، فيأثر على العصب الشمي في المخ ويبتدي يسبب شلل، ويبتدي تفقد أو يفقد الإنسان حاسة الشم، يبتدي يفقد الإنسان حاسة الشم. كمان بيسبب توقف للتنفس أو تنفس الخلايا أو إنه الخلايا تأخذ أكسجين. كمان لأنه برضو بيأثر على الرئة وبيأثر على جهاز التنفسي عموما، ويؤدي طبعا بدون تنفس أو مع فقدان الأكسجين أو مع قلة الأكسجين في الدم بيؤدي إلى فقدان الوعي واللي ممكن يؤدي أو يصل إلى
الموت لا قدر الله. دي طبعا التأثيرات الخاصة بالـ H2S حسب التركيز او حسب نسبة الـ H2S. طبعا بتبتدي من 0.1% من 0.1% إلى 1.5%، تبتدي رائحة الـ H2S اللي هي تشبه رائحة البيض الفاسد. طبعا تستمر لغاية تقريبا 100 جزء من مليون. بعد 100 جزء بتختفي الرائحة، لأنه زي ما احنا تكلمنا إنها بتأثر على حاسة الشم، بتأثر على حاسة الشم. طبعا من 100 إلى 150 طبعا بتفقد حاسة الشم، من 200 إلى 300 جزء من مليون تبتدي طبعا عفوا 0.1 بي بي ام الى 1.5 بي بي ام، هذه خطأ صحيحة، 0.1 بي بي ام 0.1 0.01 جزء من مليون، اللي هي بداية رائحة البيض الفاسد الخاصة بالـ H2S. طيب بالنسبة للتركيزات العالية زي مثلا 500 أو 700 جزء من مليون، تبتدي ممكن يكون فيه كولابس، إنه الإنسان الشخص ينهار أو يفقد، تؤدي إلى فقدان الوعي في خلال 5 دقائق. في خلال 5 دقائق طبعا خلال 30 في خلال 30 دقيقة بيسبب تلف في العين، تلف في العين، وكمان لا قدر الله الموت من 30 إلى 60 دقيقة. طبعا بداية من 1000 جزء من مليون فما فوق بيكون فيه موت لحظي، أو كمان طبعا فقدان للوعي لحظي، لو مثلا دخلت إلى تانك مثلا وبتركيز 1000 جزء من مليون أو ما فوق، مش حديك وقت انك انت تطلع او انك انت والله تقيس الغاز او شيء، لا، بمجرد ما تدخل نفس واحد قادر ان هو يقضي عليك. عشان كده لازم يكون في قياس لنسبة الغاز في الجو. انا اسف طبعا كنت بتكلم بسرعة شوية، بس علشان كمان في عندنا مهندس محمد تقريبا الساعة 10، فسامحوني على السرعة. طيب تعرض ل low concentration of H2S، لو تعرض الى نسبة قليلة في الـ H2S ممكن تؤدي الى برضو كمان ضرر، طبعا تؤدي الى تهيج في العين، وكمان sore throat and cough اللي هو التهاب، عفوا احتقان في الزور ويكحة، وتؤدي كمان إلى صعوبة في التنفس، وقد تؤدي إلى فلويدز أو مياه في الرئة، وطبعا اللي هو بيسبب فقدان الأكسجين أو قلة الأكسجين، قلة وصول الأكسجين لخلايا الجسم، اللي هو بيؤدي إلى الدوران والدوار وكمان الهيدك أو الصداع. طبعا الأعراض دي ممكن تستمر معك أسابيع، لمدة أسابيع. طيب لو لمدة طويلة، بس كمان low concentration الخاصة بالـ H2S ممكن تؤدي إلى فتيك، تعب عام بالجسم، وفقدان الشهية، وكمان صداع، وتحسس، حساسية بالجلد أو بالعين، وكمان ضعف في الذاكرة، ضعف في الذاكرة لأنه بيأثر على المخ. طبعا في أكثر من عامل بيأثر على أو اللي هو بيعتمد عليه تأثير H2S في الجسم، طبعا حسب الشخص. طبعا ممكن يختلف تأثير H2S من مكان، من شخص إلى شخص، حسب عوامل مختلفة. طبعا الأول طبعا هو duration of exposure أو مدة التعرض. طبعا أنا هتعرض مثلا دقيقة، هتكون أكيد ضرر أخف من لو تعرض مثلا 10 دقائق، تعرض مثلا ساعة ساعتين وهكذا. فمدة التعرض هي من العوامل المؤثرة على
مدى التأثير اللي هيكون على جسمك في بالنسبة لH2S. الفريكوانسي اوف اكسبوجر، كم مره انت هتتعرض للH2S. انا ممكن مثلا بدخل مره في الاسبوع، لا انا بدخل مثلا يوميا بتعرض ممكن للH2S، فدي برضو بتزيد من امكانيه او احتماليه اصابتك او تعرضك لاي من المشاكل الصحيه الخاصه بالH2S. كمان intensity of exposure، كم نسبة ال H2S اللي انت تعرضت لها. مثلا تعرضت ل 5 بي بي ام 5 بي بي ام، لا والله بس ممكن مرة تانية اتعرض ل 100 بي بي ام او 100 جزء من المليون. كمان ال individual susceptibility، في بعض الاشخاص في عنده قابلية بسبب مثلا الهيلث الحاله الصحيه الخاصه به، عنده قابليه انه يكون او يطور المرض عنده بسبب وجود مرض اصلا، مثلا زي السكر مثلا دايابيتس، او حتى مثلا الربو وهكذا، فهو اصلا عنده مرض مثلا مزمن او عنده مثلا مشاكل صحيه، فدي بتزيد من خطوره H2S عليه. والصحة العامة عموما دي برضو من العوامل المؤثرة في مدى تأثير الـ H2S عليك. بالنسبة للمشاكل الصحية الخاصة بالـ H2S طبعا، أو اللي بتأدي أو بتأثر على قدرة الشخص إن هو يتعامل مع الـ H2S، طبعا perforated eardrum أو ثقب الأذن أو طبلة الأذن، بالنسبة للأذمة أو الأثمة أو الربو، كمان severe hypertension اللي هو ارتفاع ضغط الدم والسكر والصرع والأشخاص اللي عندهم أمراض بالقلب، وآخر شيء اللي هو استهلاك الكحول والخمور. استهلاك الكحول والخمور دي بتأثر على صحتك عموما وبتخليك أكثر قابلية إنك أنت تتعرض لمرض لا قدر الله، لو كان فيه لو تعرضت لل H2S أو لنسب معينة H2S. بنكمل مع التأثيرات الخاصة بال H2S ونكمل على تأثيره على البيئة، تأثيره على البيئة المحيطة. طبعا اول شيء ان هو بي بي بيعمل طبعا مع تفاعله مع المواد بي بينتج مواد اخرى، مثلا لما يتحرك بينتج غاز السلفور دايكسايد او ثاني اكسيد الكبريت، بينتج كمان مع تفاعل مع الاكسيدايزرز مثلا تفاعله مع مواد اخرى، دي كمان بتاثر على البيئه. كمان لما لما يتفاعل مثلا او بيذوب في المية بيأثر على البيئة البحرية الاكواتيك لايف، كمان كرييت ايدل اتش انفايرمنت، تعتبر بيئة خطيرة للعاملين او عموما للبيئة عموما، وكمان ان هو برضو اكسبلوسيف ممكن ينتج بيئة قابلة للانفجار، ودي برضو لو لا قدر الله حصل انفجار بيتأثر على البيئة المحيطة بها. بننتقل لجزء ثاني في محاضرة اليوم، هو الخاص بالكشف، أجهزة الكشف عن H2S، أجهزة الكشف عن H2S. طبعا أجهزة الكشف عن H2S تنقسم إلى ثلاث أجزاء، الجزء الأول اللي هو أجهزة الكشف الثابتة، وأجهزة الكشف المتعددة المحمولة، وأجهزة الكشف الشخصية. طبعا اي شخص او اي مكان بيكون فيه احتمالية وجود او تكون او تسرب H2S لازم يكون فيه نظام للكشف على H2S، زي مثلا اماكن انتاج البترول، الريجز، الرجوج، او اماكن التكرير. طبعا دي في العادة بيكون فيها fixed system، نظام ثابت بيكون بعمل انذار لو وصلت نسبة الـ H2S في الجو لنسبة معينة اللي هي مثلا 10 جزء من المليون، يبتدي يشغل ألارم. طبعا بيكون في ألارم خاص بالـ H2S، وطبعا أي أحد بيروح الموقع المفروض يكون عنده علم بالألارم ده.
وكمان الامرجنسي اللي هو طريقه التصرف لو سمع جرس الانذار الخاص ب H2S. النوع الثاني اللي هو البورتابل سيستم، خلينا هو نخش على الفيكس سيستم. طبعا زي ما احنا اتكلمنا ان هو نظام بيقيس ال H2S بشكل دائم، نسبة ال H2S في الجو، بمجرد ما نسبة ال H2S توصل إلى نسبة محددة مسبقا زي وليكن 10 جزء من مليون، يبتدي يشغل جهاز الإنذار، إنذار صوتي طبعا وضوئي، بحيث ينذر الناس ويتم عمل إيفاكويشن أو خروج من الموقع. بالنسبة للنظام الثاني اللي هو البورتابل سيستم أو الأجهزة المحمولة، طبعا دي بيكون مثلا بيستخدمها لقياس أكثر من نوع من الغاز، منهم الـ H2S بتقيس نسبة الأكسجين في الجو، بتقيس مثلا الـ CO أو الكربون مونوكسيد أو الأكسيد الكربون، بتقيس طبعا الـ LAL أو الـ Low Explosive Limit للغازات الموجودة وهكذا. فطبعا دول طبعا بيكون ليهم اشخاص المفروض يكون مدرب ازاي يستخدم الاجهزه دي، وكمان طريقه استخدامها، وطريقه كمان الكاليبريشن او المعاير، بحيث انها لتاكد ان هو فعاله او مناسبه في استخدامها اكثر من مره. طبعا لما انا بدخل مثلا الى كونفاين سبيس، الاماكن المغلقه او المحصوره، طبعا لازم استخدم جهاز. طبعا شركات كثير انواع مختلفه، كل شركه طبعا تختار المناسب ليها حسب الموجود في السوق او حسب الشركه اللي انت بتشتغل فيها. بيكون طبعا برضو البروسيجر بتختلف برضو من شركه الى اخرى. في شركات بيكون في اشخاص مخصصين للغاز تيستينج، بيسموه الاوثرايزد غاز تيسترز، او الاشخاص المصرح بهم لعمل الغاز تيستينج، دول بيكونوا مدربين عن طريق استخدام الغاز ده، اجهزه قياس الغاز، وطبعا بيقيسوا الغاز قبل دخول الاشخاص الى الـ H2S الى مثلا اماكن مغلقه. طبعا كمان لو انت حتقيس الغاز في الاماكن المغلقه، الأول شيء طبعا بتقيس الغاز من برا قبل ما تفتح، بحيث لو كان في تسرب أو شيء، وكمان لما تفتح المكان المغلق ما تدخلش أنت في الأول، لأنه زي ما احنا تكلمنا في الـ H2S مثلا لو النسبة كانت 1000 جزء من مليون فأكثر، مش هتديك أصلا وقت أنك أنت تشوف نسبة الغاز على الجهاز. فلا قدر الله مجرد ما تنزل نفس واحد لا قدر الله قبل اصلا ما توصل ممكن الارض، كل قدر الله اغمى عليك وممكن تؤدي الى الوفاه. فانت مثلا بيتم انزال الجهاز بواسطه مثلا عصا او حبل او اي طريقه معينه، ويتم قياس نسبه الغاز، لو هي مناسبه ببتدي ادخل واقيس الغاز من جوا، وكمان لو ما كانتش مناسبه او كانت عاليه ببتدي اخذ اجراءات مثلا زي التطهير او الفنتيليشن او البرجنج بانرت غاز زي مثلا النيتروجين او اي غازات او حتى الناتشرال دايلوشن او تهويه المكان، سواء بمروحه مثلا او بحيث ان بنقلل نسبه الغاز الموجوده في المكان او بنشيلها مباشره. طبعا في بعدين عندنا البيرسونال موتور او البيرسونال موتور الخاص، طبعا ده جهاز شخصي لازم يكون مع اي شخص موجود او هيشتغل في اي مكان ممكن يكون فيه امكانيه او احتماليه تسرب او وجود H2S. طبعا مكان الجهاز يفضل يكون في البريثنج زون حوالين الوجه، البريثنج زون او منطقه التنفس، لان هي دي المنطقه اللي بتاثر اصلا عليك، فبيفضل ان هي تكون قريبه من منطقه التنفس، قريبه من الوجه. طبعا برضو انواع مختلفه زي التي 40 راتلر او غيرها، دي برضو بتكون خاصه بالاتش تو اس. طبعا بتبتدي
برضو تقيس نسبة الغاز بشكل متواصل، مجرد ما يوصل نسبة الغاز إلى 10 أجزاء من مليون تبتدي تعطيك برضو إنذار، وسواء صوتي أو ضوئي، بحيث إنك أنت تديك فرصة إنك أنت تطلع من المكان اللي أنت فيه أو تروح إلى مكان آمن، مكان آمن. طبعا بنكون نروح برضو إلى جزء آخر من حلقتنا اليوم، هو Safe Practices of Work in an H2S Environment، اللي هو طريقة العمل الآمنة في مكان H2S. طبعا أول شيء، ما هو سبب إنه الأشخاص يموتوا في H2S؟ بسبب H2S، ما هو أسباب موت الأشخاص أو خاصة بالH2S؟ طبعا أسباب كثيرة. طبعاً إحنا كهيومن نيتشر أو كبني آدمين عموماً، يعني في بعض الأشخاص بيكون عندنا، أو كمان يمكن كعرب عندنا يمكن الحمية أو العاطفة زيادة، فبمجرد مثلاً لا قدر الله في شخص مثلاً سقط بسبب H2S، فده صاحبي، ده مثلاً ده زميلي، ف مجرد ما يشوف سقط مباشرة بيبتدي ينزل إلى المكان علشان ينقذه، فلا قدر الله ممكن يكون هو ضحية أخرى. ودي كمان حصلت في الإمارات في شركة أتكو في سنة 2009، في شخص سقط في مكان وكان في H2S بسبب H2S، وشخصين آخرين حبوا ينقذوه بدون استخدام الأجهزة المناسبة أو استخدام الوقاية المناسبة، وهم الاثنين برضو توفوا زيه. فدي برضو من سبب اللي هو الطبيعة البشرية أو العاطفة. بعض الأشخاص أصلا كمان ما عندهم شيء أصلا فكرة عن H2S، هو H2S ولا خطورته. كمان في بعض الأشخاص بيبتدي يعتمد زيادة على الحواس، مثلا زي حاسة الشم، زي ما احنا قلنا حاسة الشم بتتعطل، او ال H2S بيسبب لها شلل عند 100 جزء من مليون. كمان في بعض الاشخاص بي اندر استيميت او بيقللوا من شأن ال H2S. يا عم انا اشتغلت هنا 100 سنة وما حصلش شيء، انا كل يوم بشم H2S ما فيش حاجه حصلت. فدي برضو بتؤدي الى قدر الله الوفيات. كمان هم مش عارفين، في بعض الاشخاص بيقول مثلا لا انا حجيب مثلا شيء ده هو كله دقيقه، مثلا حنزل التانك وحطلع مش حصل لي حاجه. هو مش عارف انه ممكن في 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 ثواني من قبل حتى ما يفكر انه يطلع يكون اصلا فقد الوعي. فدي برضو من الاسباب ان الاشخاص قد الله ممكن يموتوا. كمان زي ما احنا قلنا ان هو الاشخاص يحاول شخص بيحاول انقاذ شخص اخر بدون استخدام ادوات الوقايه المناسبه. طيب انا احتاج كموقع علشان اتاكد انه اتعامل مع H2S بطريقه امنه. طبعا اول شيء، اي مكان في امكانيه تسرب H2S او امكانيه وجود او تكون H2S لازم يكون فيه لوحه مناسبه ظاهره في المكان، بحيث انك انت تنذر الناس انه والله المكان ده فيه خطر معين وفيه H2S. بعدين انه الاشخاص الموجودين موجوده عندك في السايت في الموقع، مجرد ما الشخص يجي لازم يكون في تدريب او توعيه خاصه بال H2S ومخاطره وطرق الوقايه منه. كمان لازم يكون في تصريح العمل، بحيث ما يكونش فيه اي عمل يبدا بدون تصريح، وفي خلال التصريح ده ملزم سواء الموظف او سواء الكونتراكتور انه يكون في قياس للغازات من ضمنها H2S. وكمان سايت ريسبونس بلان، لازم يكون فيه خطه طوارئ، بحيث انه لو لا قدر الله صار اي تسرب يكون الاشخاص عارفين اصلا ايه اللي هم المفروض يعملوا.
كمان زي ما احنا قلنا ال H2S هاي فليمبل، سريع الاشتعال، فلازم يكون في المناطق دي يمنع التدخين او يمنع كمان الاعمال اللي هي الهوت وورك او الاعمال الحاره بدون طبعا التدخين يمنع نهائيا من المنطقه. وطبعا لو هتشتغل هوت وورك لازم يصير، لازم يكون في بيرميت ويكون في قياس لغازات قبل ما تبدا اي عمل. طبعا كمان ال H2S ديتكتور اللي هو البيرسونال ديتكتور لازم يكون جهاز الوقايه الشخصي اللي هو زي ما احنا تعرفنا عليه، ده يكون مع كل احد راح يشتغل في مكان في ال H2S، ويكون طبعا مظبوط على 10 جزء من مليون، بحيث لما يوصل 10 جزء من مليون تركيز H2S في المكان يبتدي يدي انذار فيطلع من المكان او يخلي المكان مباشره. كمان لازم يكون في CBA او Self Contained Breathing Apparatus اللي هي جهاز التنفس، بيكون موجود في مكان مناسب بحيث لو صار في تسرب الشخص يقدر يرتدي جهاز التنفس. وكمان لازم يكون مدرب على طريقة ارتدائها وطريقة تأكد ان هي مناسبة، اللي هي يكون في اصلا يكون فيت للشخص. طبعا التدريب برضو مهم جدا في موضوع تشيس، لازم يكون في تدريب ويكون في ريفرشمنت كمان، مش مره واحده، يكون مثلا ريفرش تريننج مثلا كل سنتين، كل سنه، كل ثلاثه، حسب الشركه اللي هي انت بتتعامل معاها او الشركه اللي انت بتشتغل فيها. طبعا البروسيجرز الخاصه باماكن الحفر، وحتى طب برضو ممكن يكون مش شرط بس الاماكن الحفر، اماكن اخرى. طبعا في مكان العمل لازم يكون فيه طرق او مسالك الهروب، ويكون فيه نقاط تجمع. طبعا نقاط التجمع لازم تكون في مكان امن بعيده عن مكان ال H2S. وكمان بالنسبة لمسالك الهروب لازم الشخص يكون عارف بالضبط الطريق اللي حيروح فيه، ويفضل انه يكون عنده اكتر من يعرف اكتر من طريق، بحيث لو قدر الله الطريق ده مثلا مسدود او صار فيه مثلا حريق، صار فيه اي مشكلة، مش هقدر اروح من الطريق ده، لا اروح مثلا بالمسلك الثاني. كمان لازم يكون في عندي اجهزة الرياح لاكتشاف الرياح، بحيث ان انا اعرف اتجاه الريح لاي اتجاه، لان دي برضو بتاثر عليا لما ابتدي علشان اعرف ايه الاتجاه اللي هتحرك فيه، ايه الاتجاه اللي هتحرك فيه، بحيث الاتجاه مثلا اللي لو لانه زي ما احنا تكلمنا انه H2S بينتقل او يتحرك مع الهواء، فلو صار فيه رياح وصارت انا حابب اهرب هروح الى اي اتجاه. طبعا الاتجاه الامن، اللي هو باتجاه متقاطع مع الرياح، كروس ويند دايركشن، بحيث اني امن نفسي، لانه ممكن لو انا مشيت مع اتجاه الريح فال H2S كمان بيمشي مع الريح، فهستنشق نسبة H2S زيادة، وممكن يسبب لي فقد الوعي لا قدر الله وفاة. لو كمان في بعض الأحيان لو أنا مش عارف مصدر التسرب، لو كمان هربت ناحية اللي هو الأب ويند أو عكس اتجاه الرياح، كمان ممكن يكون ده برضو في H2S جاي مع الريح، فأنا ماشي عكس اتجاه الريح، فأنا برضو بستنشق H2S، وكمان قد لا ممكن تؤدي الى الوفاة. فالأأمن اتجاه الأأمن اللي هو اتجاه متقاطع مع الريح، طبعا بحيث تأكد انت من الويند سوك، بحيث تعرف في اتجاه الريح وتبتدي تمشي اتجاه متقاطع مع الريح. كمان لازم تكون متأكد من الجهاز الشخصي اللي انت بتستخدمه يكون شغال بطريقة جيدة، وكمان يكون معاير المعايرة
مناسبه يكون طبعا بشكل دوري، بحيث تاكد انه ما يكونش فيه اي فيليور وانت شغال. كمان يكون فيه بالنسبه لادوات الانقاذ، ويكون فيه فريق اصلا فريق خاص بالانقاذ في الموقع اللي انت شغال فيه. الفريق ده بيكون مهمته انه ينقذ في حاله لا قدر الله صارت اي تسرب خاص بال H2S. كمان لازم يكون فيه فيرست ايد، هي الاسعافات الاوليه، ادوات الاسعافات الاوليه. وكمان يفضل يكون في اصلا في الموقع شخص مدرب بالاسعافات الاوليه، الفيرست ايدر، او لو موقع كبير مثلا، او موقع مثلا يكون في امكانيه يكون في مثلا موجود نيرس او حتى دكتور. كمان فيشل هير بولسي، طبعا دي ما يكونش فيه شعر بالوجه او بالذقن، لانه ده بيأثر على لما تيجي تبتدي موت اكسجين او الاس سي بي اي، ممكن يصير فيه تسرب للهواء، وكمان دخول لل اتش تو اس، دخول لل اتش تو اس في الجسم. طيب ازاي هنستخدم اجهزه التنفس بطريقه سليمه؟ طبعا انواع مختلفه بالنسبه للار بي اي او ريسبيرتور بروتكشن اكويبمنت، اجهزه حمايه التنفس، الجهاز التنفسي. طبعا هنتكلم عن النوعين اليوم، هو سيلف كونتين بريثنج ابراتوس او السي بي اي، وكمان او معروف باسم سكابا. دي طبعا زي ما شايفين في الصوره، اللي هو بيكون كل القطع مع بعض متصلين ببعض، وانت بتاخد السلندر معاك داخل مثلا المكان المغلق او داخل او في المكان اللي انت هتروح فيه. فدي طبعا بتكون لوقت محدود. طبعا في منها انواع كثيره. طبعا في الموست كومن او الشائعه اللي بتستخدم او في معظم الاحوال او في شائعا يعني كومن، الموست كومن اللي هي لمده 30 دقيقه، لمده 30 دقيقه. فدي بتديك 30 دقيقه لو انت استخدمتها بطريقه صحيحه. في بعدين نظام ثاني اللي هو سبلايد اير بريثنج ابراتوس او سابا SABA. طبعا ده بيكون نظام مزود بالهواء، طبعا من مصدر خارجي، لاما من اكثر من سلندر، او حتى ممكن كومبرسور بيديك الهواء بشكل متواصل. ده طبعا بيكون لوقت اطول من السكابا او السي بي اي. دي طبعا بتكون لو هتشتغل لمده اطول مثلا اكثر من نص ساعه، تقدر تستخدم طبعا الاس سي بي اي. فدي طبعا بتكون انت معاك الفيس ماسك، ويكون فيه الهوز عندك او الخرطوم متصل بمصدر خارجي. بس طبعا لو هتستخدم النظام ده وهتدخل مثلا الى مكان مغلق، يفضل استخدام بيسموها اللي هو 5 minute escape pack، او أنبوبة خاصة بي أو جهاز تنفس خاص بالهروب. طبعا ده بيديك 5 دقائق بحيث إنك تهرب لو لا قدر الله صار في أي عطل، مثلا الهوز اتقطع، صار أي مشكلة في النظام اللي شغال، النظام مثلا صار فيليور، أي مشكلة معينة. فالأمبوبة الأكسجين الصغيرة دي اللي هي مدة 5 دقائق بتديك وقت كافي إنك أنت تقدر تطلع إلى الأمام، إلى الأمام. بالنسبة للكنترول ميجرز أو وسائل التحكم الخاصة بالـ H2S، طبعا نتكلم عن الفنتيليشن، التهوية. لإما التهوية طبعا نقدر نستخدم فان، نقدر نستخدم بلور، نستخدم اكزوست فنتيليشن اللي هو امتصاص أو أخذ الهواء، بحيث بيطلع الهواء الموجود داخل، بحيث إن يتم عمل هواء او يبتدي يكون في هواء جديد، يجدد الهواء داخل المكان، وبالتالي يقلل نسبه ال H2S داخل المكان المطلق. او كمان كليننج، تنظيف، سواء او حتى كمان بيرجنج، تطهير من خلال استخدام غاز زي مثلا غاز الخامله زي النيتروجين. طيب ايه الادوات الوقائيه الشخصيه اللي انا ممكن احتاجها لما
هتعامل مثلا مع H2S طبعا هحتاج بريثنج ابراتس اكيد، انبوبه اكسجين او جهاز تنفس، هحتاج قفازات، هحتاج نظاره سيفتي او جوجلز، وكمان الكفرول، كمان الكفرول، واكيد طبعا السيفتي شوز. بالنسبه للاحتياطات اللي انت لازم تاخدها لو المكان عندك فيه H2S، طبعا اول شيء لازم زي ما تكلمنا يكون فيه لوحات تحذيريه بحيث انك تحذر الناس انه في H2S في المكان او في احتماليه H2S في المكان، ولازم يكون في متابعه بوجود مثلا اللي هو الفيكس سيستمز او الاجهزه الثابته لقياس نسبه الغاز بالنسبه للH2S دائما، او حتى بيكون في قياس يدوي من فتره الى اخرى، ولازم يكون فيه معرفه دائمه باتجاه الريح، يكون في ويند سوك موجود في الموقع، وكمان لازم يكون فيه اختبار للغاز، قبل ما يكون قبل اصدار اي تصريح عمل في الاماكن اللي فيها احتمال H2S بحيث اتاكد من نسبه الغاز. وكمان لو انت هتدخل مع في هتدخل مكان مغلق مثلا، لازم يكون في شخص موجود بالخارج بنسميه الستاند باي مان او الهول واتشر او حسب الشركه وحسب المسمى. ده بيكون شخص طبعا برضو مسؤول عن الاشخاص اللي هم مثلا مسؤول عن الريجستري، مسؤول عن كشف الدخول، يكون في كشف مثلا يعرف متى الشخص ده دخل، متى كم ساعه ليه داخل، بحيث ان هو يتاكد برضو يكون في يعمل قياس الغاز برضو من فتره الى اخرى، لو لا قدر الله صار حاجه للاشخاص الموجودين داخل المكان المغلق ده، هو حيكون الشخص المسؤول ان هو يبلغ مثلا المشرف او يبلغ مثلا الاسعاف بحيث انه يتم فيه او فريق الانقاذ بحيث يتم فيه انقاذ كمان. طبعا لو متاح تلبس اللي هو الاس سي بي اي او الاس سي بي اي جهاز التنفس لو نسبه الاتش تو اس 10 جزء من مليون الى مثلا الى 100 جزء من مليون. طبعا التهوية مهمة لإزاحة أو لإزالة H2S في من المكان. طبعا لازم كمان يكون فيه Emergency Response Plan، يكون في خطة استجابة للطوارئ، دي مهمة طبعا، دي لازم تكون مش بس للH2S، تكون عامة للفاير، حتى مثلا للكوفيد 19 الكورونا مثلا، فدي بتكون خطة موجودة بحيث ان اشخاص كل واحد يعرف مسؤوليته ايه، ويعرف ايه الدور اللي هو المفروض يقوم به لو لا قدر الله حصل اي طارئ. بالنسبة للإمرجنسي بروسيجر اللي احنا هنشتغل عليها، في طبعا 7 خطوات لو لا قدر الله صار في ريليز H2S في المكان. اول شيء الالارم اللي هو الجرس الانذار الخاص بH2S. فاول شيء طبعا لازم تعرف الالارم الخاص بH2S بحيث انك تفرق ما بينه وما بين مثلا الحريق، لانه كل مثلا ممكن التصرف تكون مختلف او ممكن الريسبونس او رد الفعل بيكون مختلف من طارئ الى اخر. انا اسف باشمهندس محمد تاخرت، انا اسف يعني للشباب. Understand action، كمان لازم تعرف ايه اللي انت هتعمله لو لا قدر الله حصل في H2S release. كمان الإيفاكويشن، مجرد ما تسمع الانذار لازم تطلع مباشرة، لو انت شغال في مكان، لو انت في المكتب، لو انت في السكن، مباشرة لازم تطلع الى نقطة التجمع الآمنة، لازم تطلع نقطة التجمع الآمنة. بعدين الاسس يكون في تقييم للمكان، طبعا يكون في هيد كاونت، نبتدي نعد الناس، نبتدي نشوف الناس الغايبة بحيث نقدر نحدد لو لا قدر الله في عندنا اصابات او عندنا مفقودين، ونبتدي نتصرف من على اساسه. بعدين بروتكت، لازم تحمي نفسك، ما تحاولش انك انت تنقذ حد او تنقذ شخص وانت مش مدرب على الانقاذ، وانت ما عندكش مثلا الاجهزه المناسبة للانقاذ، مثلا جهاز التنفس او حتى اجهزة الانقاذ المختلفة. ريسكيو، طبعا تنقذ نفسك، ولو انت طبعا
في عضو فريق الانقاذ طبعا لازم يكون في اللي هو بيسموه بادي سيستم. بادي طبعا هو صديق او زميل عموما يعني كبادي صديق او زميل. فبادي سيستم معناها انه لازم يكون في شخصين. لو انا مثلا داخل اعمل انقاذ فلازم يكون شخصين. ممكن احنا مثلا نحتاج زي ما في الصوره نحتاج نرفع الشخص ده. هنحتاج مثلا والله لا قدر الله شخص واحد فينا حصل له مشكله بسبب ال 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 كونديشن او انفايرمنت الموجوده، فالشخص الثاني حيقدر ينقذه او على الاقل يتصل كمان باشخاص اخرين ان هم يساعدوه في الانقاذ. كمان ريفايف، ريفايف اللي هو تبتدي تشتغل تعمل سي بي ار او انعاش قلبي رئوي كارديوبلمونري ريسوسيتيشن للشخص المصاب، لانه طبعا بيكون بيصير توقف للتنفس، شلل في الرئه، وطبعا هيكون مش هيكون في اكسجين، فتبتدي مباشره تبتدي تعمل انعاش القلب الرئوي لغايه ما يوصل الفريق الطبي، ومباشره او يوصل ميديكال ايد او الفريق الطبي يبتدي ياخذ يبتدي يستلم المريض او الشخص المصاب، وهم طبعا هيفحصوه ياخذوه المستشفى ويقدموا له الرعايه المناسبه. في اي اسئله يا شباب؟ ان شاء الله كده احنا نكون خلصنا. فاتمنى ان شاء الله يكون انا اسف يمكن يكون سريع، انا اسف يمكن في بعض المصطلحات باللغه العربيه، فسامحوني يعني. اتمنى يكون الشرح مناسب، ولو فيه سؤال اقدر نشوفه. في طبعا باشمهندس محمد عبد المحسن، الكثافة الغاز اعلى يعني الهواء مش هيقدر يشيل الغاز. كثافة الغاز اعلى من الهواء، فالغاز حيكون في الاسفل، في اسفل مثلا، حيكون في اسفل المكان اللي هو موجود فيه، اللي هو في الارضية يعني. How calibration for system. طبعا كل جهاز بيكون له معايرة بطريقة مختلفة حسب الجهاز. طبعا في الأجهزة الخاصة بالـ H2S بيكون في سلندر بيكون في H2S، وبيتم وضع الخرطوم الخاص بالـ H2S في الجهاز، وبيبتدي يتم فتح السلندر ده، فيبتدي الجهاز يقرأ الـ H2S كم عدد كم عدد H2S او كم نسبة H2S. مجرد ما يوصل 10 اجزاء من مليون مثلا المفروض ان هو يعطيك انذار. لو ما اعطاش انذار او حصل او مثلا عمل فيليور، فمعناه انه الجهاز غير سليم. لو اداك انذار فعلا واشتغل زي ما هو المفروض ان هو اشتغل، فكده الجهاز يعني. طبعا في شركات بتكون بعض الاحيان بتكون داخليه، وفي شركات بتستخدم ثيرد بارتي للمعايره او الكاليبريشن. باشمهندس احمد مصطفى، شكرا باشمهندس. ال ال واليو ال باشمهندس عاد تقاس كنسبه مئويه. طبعا اكيد 4.3% اللي هي 4.3% و مش من 100. ايوه مظبوط، مش من 100 اكيد. لا هي 4.3% مش من 100. في طبعا اكيد مش من سعادل، لو الهواء ساكن هيكون H2S في الاسفل، ودي طبعا دي عاده او في معظم في اغلب الاحوال ده الهواء هيكون داخل الاماكن المغلقه، في العاده بيكون ساكن، ففي الاغلب هيكون فيه H2S هيكون في الاسفل. لو في طبعا تيار هوائي فالهواء والرياح بتنقل H2S، ممكن يرتفع معاك طبعا الى ممكن يرتفع معاك حسب قوه الهواء الموجود. لا لو انت مثلا لو في رياح لو في رياح هينقل H2S معاه
وبيرفع ممكن إلى مستوى التنفس أو مستوى أعلى كمان. اتفضل اتفضل يا باشمهندس. انتظر سؤالك يا باشمهندس محمود. طب في أي أسئلة تانية يا شباب؟ طبعا حسب المكان، حسب الشغل طبعا، اللي هو سحب الهواء او سحب الهواء اتوقع يمكن يكون بعض الاحيان افضل، لانه مع ادخال الهواء بيتم اخراج ال H2S في الجو، ولانه حتكون برضو حتكون في بالنسبه للجو بره حتكون نسبته قليله، فاتوقع يمكن السحب يمكن افضل، وبرضه ممكن الباشمهندس عادل اللي يكون ليه برضه إجابة أفضل للسؤال ده. في أي أسئلة تانية يا شباب؟ عشان إحنا تأخرنا على المفروض محاضرة الباشمهندس محمد. هو طبعا التهوية، لا لازم التهوية مهمة، لأنه طول الوقت حتى لو أنا شغال عشان ما يصيرش فيه زيادة في نسبة H2S، لازم يكون فيه تهوية مستمرة، وأنا شغال مثلا في مكان مغلق فلازم يصير فيه تهوية مستمرة من المنخرج ده، مثلا باستخدام فان أو هو طبعا التهوية، لأنه مش بس H2S موجود، فالتهوية بحيث كمان عشان يدخل لك أكسجين إضافي. حتى البرج كمان، البرج بالنيتروجين ما فيش مشاكل. عفوا يا باشمهندس. في أسئلة تانية شباب إن شاء الله. طيب أنا شاكر ليكم وأشكركم وأشكر وقتكم اللي أعطيتوني إياه. شكرا ليكم، إن شاء الله نلتقي في دورات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.